احنا كلنا في مكرب واحده. مكرب؟ يا دي اللغه اللي انتوا بوظتوها، ويا دي المركب اللي انتوا كلكم ماسكين لي فيها دي. سيبك منهم بقى يا زيزو، وتعالى الحق الاكل وهو سخن. اه فعلا. انت رايح فين؟ انت مش هتاكل ولا لقمه غير لما تشرح لنا الوضع ايه بالظبط. هو انتوا القراصنه بتوع المركب ولا ايه؟ عيالك معاهم حق يا زيزو، المركب لو غرقت مش هتفرق بين كبير وصغير. طيب ما دام انتوا كلكم مجمعين على حكايه المركب دي، انا رايي نقعد وبعدين نتكلم. ممكن المحشي ده لو برد انا مش هسخنه تاني. لا على طول هناكل بقى، ده اكل ايه مية مية. احنا مش كلنا في مركب واحدة؟ اه. ايه رأيكو نأجر المركب بالساعة، هنكسب ذهب. كلت يا بابا؟ الحمد لله، الف هنا وشفا على قلبك يا رب. الحمد لله. ممكن بقى نتكلم شوية؟ برغم يعني قلقي من لمتكم انتوا الاثنين على بعض، بس ما عنديش مانع يعني اخد فكرة عايزين تتكلموا عليه. بص يا بابا، الموضوع بمنتهى البساطة، انا وياسمين خلاص ما بقناش صغيرين، احنا كبرنا ولازم نشارككوا في كل الظروف اللي بتحصل في البيت. بالظبط كده، عشان كده انا وكريم بنفكر نشتغل. يا سلام، تشتغلوا ايه بقى ان شاء الله؟ ندور على اي شغل، الشغل مش عيب. ولا انت يعني مش فاكره اللي انتوا عملتوه فيا ونزلتونا اشتغل في الكافيه؟ شوف ولادك يا عبد العزيز. عبد العزيز، انا بفكر بس في اللي هما بيقولوه، فعلا الشغل مش عيب، وده حاجة مهمة جدا. يعني بدل ما بقعد أرفض كل شغلانة بتجيلي عشان منظري قدام الناس، لو اشتغلت ده مش عيب. أهو ده بقى الكلام المظبوط، وعشان كده يا زيزو أنا كمان ممكن أشتغل. لا سيطر بقى على الموضوع ده يا زيزو، العيال دي عندهم امتحانات وإنصاف مش حمل شغل. محدش فيكوا هيشتغل، أنا خلاص لقيت شغل، شريف لقالي فكرة مشروع كويسة، هبدأ في إجراءاته من بكرة إن شاء الله. مشروع إيه؟ لا ده مفاجأة. نعم، عربية بطاطا يا عبد العزيز. وطي صوتك يا جميل، احنا بنتناقش. لا احنا مش بنتناقش، انت واخد قرار. ولا واخد قرار ولا حاجة، شريف لما قال لي على الفكرة دي انا نفسي استغربت زيك كده بالظبط، بس طول السكة وانا جاي عمال اقلبها في دماغي، لقيت ان عادي الولاد كمان مش اجدع مني ان هم يشتغلوا وما يتكسفوش وانا اتكسف. دورت ايه في دماغك بالظبط؟ من موظف بنك لعربية بطاطا يا عبد العزيز صعبة قوي. صعبة على مين؟ على الناس. انا مالي ومال الناس؟ هم الناس دول هم اللي هيصرفوا علينا في البيت؟ لا. هم اللي هيدفعوا الاقساط المتأخرة علينا؟ لا. هم اللي هيدفعوا مصاريف المدارس بتاعت الولاد؟ لا. يبقى خلاص محدش ليه دعوة بينا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. اللي تشوفه، بس انا مش هقول لحد على الموضوع ده، ولا عايزه بابا وماما يعرفوا حاجه عنه. انا بقى اللي هقول لهم، لان مفيش حاجه اتكسف منها يا جميله. يخرب بيتي خضتيني. اجل بقى الخضه للي هقوله لك. ايه؟ انا سمعت مامي وبابي هما بيتكلموا، وعرفت المشروع اللي زيزو عايز يعمله. ايوه، مشروع ايه؟ عربيه بطاطا. بطلي والنبي يخف الدم وبطلي لزاجه وقولي المشروع ايه. والله زي ما بقولك كده، عربية بطاطا. تصدق لو بابا عمل كده فعلا يبقى برنس، يبقى من الرواد. رواد ايه بقى؟ ولما يجيلي عريس يتقدم زيزو هعرف نفسه وهيقول له ايه؟ عبد العزيز علاوة بتاع البطاطا. مع السلامة بطاطا. ما كفاية تريقة بقى يا ماما، ده بدل ما تيجي تعقلي. تعقل مين؟ طيب باي باي يا ماما دلوقتي. على اساس ان انا مجنون يعني ولا ايه؟ في ايه يا عبد العزيز؟ ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش، انا قلت لها تيجي تعقلي. تعقلي يعني انا مجنون؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان انت ما تقوليش لماما ولا لاي حد؟ مش انا اللي قلت لها يا حبيبي، دي بنتك العميله اللي ماما زرعاها هنا في البيت. مين؟ ياسمين؟ اه. وياسمين عرفت منين؟ والله ما اعرفش بقى، ممكن تروح تسالها وهو تطلع لك بصبي بطاطا يقف معاك على العربيه. اه، صبي بتاع بطاطا. ماشي، مش هرد عليك دلوقتي. يا سلام، ملاك نايم في سريره، ده ايه الحلاوه دي؟ ياسمين انا عارف ان انت صاحي. انت بتكلمني يا زيزو؟ معلش، اصل انا راحت عليا نومه. اه فعلا راحت عليكي نومه، يبقى اكيد بقى حد سرق الاكونت بتاعك اهو، وكاتب على الفيسبوك: لم امر بظروف عسيبه مثل تلك من قبل. واضح برضو ان الفلوس اللي احنا صرفناها عليك في التعليم دي كانت فلوس حرام. ليه بس يا زيزو؟ لان الظروف بالظهر مش بالزال، وعصيبة بالصاد
مش بالسين، ومن قبل قاف، قبل بالقاف مش بالكاف. طب ما هم بالناس عاملين لي اهو لايكات وكومنتات، معناها ان هم فاهمين انا قلت ايه. ايوه بس دول ناس فشله زيك، بدليل في واحده كاتبالك كلبي عندك. كلبها ايه اللي عندك؟ انا ما شفتش اي كلاب ولا سمعت اي هوهوا. هي كاتباها بالفرانكو، والفرانكو ما فيهوش قاف، فاحنا بنكتبها بالكاف. وايه هي بقى الظروف العسيبه اللي لم تمر بيها من قبل؟ انت عارف موضوع الشغل. ايوه، ما توصلش العربيه بطاطا. لا هي مش عربيه بطاطا بالمعنى المعروف، يعني هي عربيه متزوقه ومتوضبه وبنبيع فيها بطاطا زي بولات الايس كريم كده، هو عليها نوتيلا، يعني مش شبه عربيه البطاطا اللي هي بتطلع دخان دي وبنعمل لها خشب وكده. يا زيزو ما هو الموضوع مش كده يعني. لا انا ما خلصتش كلامي. ثانيا الشغل مش عيب، بس العيب ان انت تتصنطي عليا انا ومامي واحنا بنتكلم. سوري يا بوبي. طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. انا ما عنديش مشكله في العربيه، انا عندي مشكله في البطاطا نفسها، حتى لو كانت بنوتيلا. انا عندي فكره احلى. قولي لي عليها. نفتح عربيه سوشي. سوشي؟ دلوقتي اكلي مش عاجبك وهتجيب واحده غيري؟ يا ستي وانا بقول لك ان انا هتجوز عليكي. ما هو ده اللي ناقص، تجيبها دلوقتي تعمل لك سوشي بكره تتجوز عليا. يا مامي الموضوع كله ان انت فشلتي في عمل السوشي حوالي 50 مره، والوقت بيسرقنا، كله جاهز الا السوشي. فشلت بالظبط. وبعدين المثل بيقول ايه؟ ادي العيش لخبازه. احنا هنديه لخبازه. السوشي دي اساسا اكله يابانيه. هل انت يا جميله يابانيه؟ لا. طيب انت يا ياسمين عينيه كده ضيقه؟ كل. طيب خلاص يا جماعه، يبقى احنا نستنى كريم اما يشوف بقى الاكل اللي هيجيبه من عند الست اليابانيه دي، لو لقيناه كويس هنتكل على الله. لا انا مش عاجبني الكلام اللي انت بتقوله ده، بس براحتك بقى انت وضميرك. اهو كريم جه اهو. ها كريم، جبت السوشي؟ ومش اي سوشي، ده سوشي ياباني على بوق تقفيل بلده. يا سلام، ورينا يا سيدي ورينا. والست هي اللي عاملاه مش كده؟ هي اللي عاملاه، صنع ايديها، ياباني 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 اصلي. شكله قوي جدا يا جماعه. دوقي كده يا ياسمين. طب ده ايه؟ انا اعمل له بقى اللي هو الصويا ده. صوص السوشي معروف. الله ده حلو قوي. يا سلام. ما تدوقي يا ماما السوشي ده ياباني، لو فاتنا الياباني مش هيرجع تاني. دوقي كده، دوقي دوقي. مش عارفه شكلكم كده رمرامين وبيعجبكم اي حاجه. دوقي بس دوقي. ما نشوف. طعمه حلو. ده حلو قوي. شفتي الست دي ممكن تعمل لنا مثلا كل يوم طلبيه قد ايه مثلا؟ الكميه اللي انتوا عايزينها، وليكوا عليا انا المسؤول عن توصيل الاكل من عندها لحد العربيه يوميا. مش هنشوفها ولا ايه؟ لا ما اصل هي طلبت مني ان هي محدش يعرف عنها حاجه، لان هي بتعمل الموضوع ده جانب الدراسه بتاعتها، فالموضوع حساس بالنسبه لها يعني يا جماعه. طب نكلمها نشكرها حتى، دي اكلها حلو قوي. معلش معلش يا ماما، هي طلبت مني ان يعني مش عايزين نضغط عليها. الله. طب على الاقل نعرف اسمها يعني. اسمها اوشين. اوشين؟ بس اوشين ده اسم صيني، يعني السوشي ياباني، حتى الصين ضربت السوشي بتاع الياباني. ما قلتلكش هي اصلا صينيه، بس هاجروا اليابان في حرب الخليج، يعني الموضوع كان في حرب الخليج. وهناك اتعلمت السوشي. اتعلمت السوشي في اليابان. ما شاء الله دي مجتهده يعني جدا. خد دوق.
خطر. حبيبي تسلم، حبيبي اتفضل. كويس جيت في ميعادك. لا ما تقولش انك خلصت. خلصت الحمد لله، الطلبات كتيره جدا النهارده، يعني بفكر بقى ايه نفتح مطعم، بس ساعتها بقى الست اوشين دي لازم تنضم لنا. لا بابا ما انا قلت لك قبل كده ان اوشين دي ما ينفعش تظهر قدامكم. يا خوفي من اوشين دي. فتح معايا فتح معايا. ازيك يا جميل؟ الحمد لله كويسه. زيزو شفت كاتبين عنك ايه على الفيسبوك؟ مشروع زيزو، يا سلام، سيارة جميلة ذات مستوى راقي تبيع السوشي أرقى من أكبر المطاعم. ده الفيسبوك كله مقلوب على هاشتاج مشروع زيزو، كلهم بيتكلموا على السوشي بتاعت أوشين وعلى الطريقة الشيك اللي بتقدم بيها الخدمة. ده غير بقى هاشتاج تاني اسمه زيزو أوشين. كفاية يا حبيبتي هاشتاجة في بابا وسيبيه يجي ياكل. لا ما انا مش هاكل يا جميل، انا اصلي نقنقت وانا واقف كده. السوشي بجد ما بقدرش اقاومه بتاع أوشين. لا والله ده الف هنا وشيف. ايه ده شكلها قفشت، طب مش هتصالحها؟ اصالحها طبعا، ده العادي، هي تقفش وانا اصالحها، وعندي طريقه بقى هايله اصالحها بيها. سوشي وعندك واحد سوشي للناس اللي ما تغدوشي. يلا يلا جميل اتفرج بقى على السوشي. بصي بصي بصي، طب بصي ريحته، طب بصي بصي بس حتى الديكور. شيل البتاع ده من قدامي يا عبد العزيز، مش عايزه منك حاجه ولا من الست أوشين بتاعتك. الست أوشين بتاعتي ده لا انا ولا انت شفناها قبل كده، بقت الست أوشين بتاعتي. معرفش والله، اسال بنتك، انا عاملين هاشتاج زيزو وأوشين. يا سلام يا سلام، هو ده اللي مضايقك؟ هتعملي دماغك بدماغ الفيسبوك والهاشتاج. بصي اسمه ايه اساسا؟ هاشتاج، يعني حاجه كلها هاشتاج. معرفش بقى، انا مش مرتاحه للبت دي. انت ايه اللي يريحك يا جميله؟ خليها تعلمني البتاع ده او ندفع لها فلوس مقابل سر الوصفه. ماشي اقول للكريم. مهم بقى نتعشى بقى، يلا. وبعدين ده مش اي حاجه، نقوم ايه عاملينها كده ماشي، ونقوم ماسكين بيها البتاع دي، وهوب هوب 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 سوشي ترانا. على فكره بقى احنا هنحتاج مكان اكبر من كده، يعني عايزين ناخد محل كبير، وعايزين ناس كمان يوصلوا دليفل. بص يا بابا، بالنسبه للموضوع ده في ناس كتير جدا من زمايلي عايزين يشتغلوا معانا ومعجبين جدا بالحوار وهيشتغلوا معانا في توصيل الطلبات، بس اول ما الاجازه تبدا، وفعلا احنا محتاجين مكان اكبر لازم. يعني ايه ده المكان جه مغري ليه؟ مين اللي مسؤول عن العربيه ديت؟ انا حضرتك، دي عربيتي ودي الرخصه بتاعتها ودي الشهاده الصحيه وكله تمام يا فندم. مين اللي بيعمل الاكل ده؟ ده في واحده بنيه بتجيبهولي بس انا ما اعرفش مكانها. كلام جميل جدا، جيب لي البيع ده على اسم وشيل العربيه ديت. في انا ورق السليم وكله سليم حضرتك يا بابا. انت راجل معاك، روح انت يا كريم دلوقتي. روح روح يا كريم انت يا عم العربيه. ايه انا مش فاهم انا في ايه يا حد الظابط يا جماعه. روح انت يا كريم، روح انت. قول للمطمن ماما بس مالكش دعوه يا حافظ الظابط، انا ما عملتش حاجه حضرتك، انا ورقي سليم وكله سليم يا بابا. اجي معاك. خلاص يا كريم افتح يا بابا بسرعه. ايه التخبيط ده؟ خلاص هفتح اهو. ايه في ايه؟ الحقيقه يا ماما. ايه خير؟ الحكومه جت خدت بابا في بوكس وكسرت عربيه السوشي ورمت كل حاجه على الارض. يا نهار اسود، وسبت ابوك؟ ما انا قلت له روح معاك، قال لي لا روح انت على البيت. عموما انا رحت لانكل حسام وقال لي ان هو هيتصرف. يا دي النيل علينا وعلى عيشتنا، كله من تحت راس الزفته اللي اسمها أوشين. تلاقيها كانت بتحط حاجه كده ولا كده في السوشي بتاعها. بقول لك ايه، انت تاخدني ليها دلوقتي حالا. مش وقته يا ماما أوشين دلوقتي. والله العظيم يا كريم ما خدتني. من غير حلفان يا ماما، من غير حلفان. انا هقول لك مين أوشين دي وانت تصرفي معاها. يعني انت في النهايه حماه اللي تطلعي أوشين. ما هو انا لو كنت قلت لكم هعمل لكم سوشي ما كانش حد هيصدقني. اتفقت انا وكريم وخلاص، انتوا رحتوا جايين على طول. أنا كمان يعتبر شريك في الخطة دي، أنا اللي جبت السر بتاعت الطبخة بتاعت سوشي دي من معدي برامج الطبيخ صحابي. يا جماعة الحمد لله إن الموضوع عدى على خير. عدى على خير إزاي بس يا حسام؟ العربية اتاخدت والحاجة اتبهدلت وطلع علينا سمعة إن إحنا اللي بنقدمه ده ما هواش سوشي. بص يا زيزو،
واضح قوي من اللي بيحصل ده كله وراه محل من محلات السوشي الكبيره اللي في البلد. البلاغ اللي متقدم ضدك ده في حيله قانونيه كده ممكن ان احنا نرجع نشتغل تاني لو عايزين، بس هنغير النشاط. يعني بلاش كلمه اكل ياباني سوشي، الكلمات اللي زي دي ما بتتفسرش كويس في الشهاده الصحيه. المهم دلوقتي احنا هنرجع نعمل سوشي ولا لا؟ لا سوشي ايه اللي هنعمله بقى يا حماتي؟ كده بكلام حسام مش هينفع نعمل اي حاجه خالص، مع ان وشين هتوحشني صراحه. متاسفه يا زيزو، عارفه اني ظلمتك. مش معقوله ابدا يا جميله، على طول تغلطي وعلى طول تشكي فيا وبعدين تقولي لي انا اسف. ما خلاص خلصنا بقى، قلت لك سوري. انت ايه، ما فيش كلمتين تقوليهم حلوين ورا بعض؟ اسف يا زيزو. ماشي يا ستي خلاص. عارفه يا جميل مين اللي بيكلمك تاني دلوقتي؟ اهو امك. ماشي، شفتي على طول ظلماني ازاي؟ هاي يا حماتي، ايه الاخبار؟ ايه اكل هندي؟ لا هندي ايه، ده احنا الاكل الياباني طلعنا منه بضمان محل الاقامه. الهندي ده سبايسي، ممكن اخد فيها اعدام. لا 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 لا، انسي مشروع الاكل ده خالص. لا لا، انسي الاكل وانسي قاره اسيا كلها. اقول لك يا حماتي، انسينا احنا خالص. مع السلامه. ست انصاف، معلش يعني بعد اذنك يا ريت نادي الكريم وياسمين يجوا ياكلوا معانا. حاضر يا حبيبي، من عيني. ده ايه اللي بيخليك تكلم تاني؟ ده عايز ايه الرخم ده؟ الو، ايه يا باسم؟ الله يسلمك. لا كويس الحمد لله. طبعا طبعا، تنور. ايه؟ لا حاضر. حاضر حاضر، لا عينيا. بيتك ومطرحك يا سيدي، مع السلامة مع السلامة. ده مين ده اللي ينور وبيته ومطرحه؟ ده يا ستي واحد كان صاحبي من ايام الجامعة، وكأن القدر بعته في التوقيت ده بالذات عشان يظهر في حياتي تاني. طب لما هو رخم بتعزمه ليه؟ انا ما عزمتوش، هو عشان رخم عزم نفسه، وطالب ريش وطالب طاجن بامية وملوخية ورز معمر، يعني كأنه بيطلب اوردر من ام حسن. ايه الاخبار؟ كريم بيقول لك هو بيذاكر وعنده امتحانات ومش فاضي، وياسمينة قاعدة مبلمة ومش عايزة ترد على حد. يا دي المديتيشن اللي طالعة لنا في ايدي كمان. لا اله الا الله، وده جالها من ايه ده يا اخويا؟ هو ايه اللي جال ده المديتيشن؟ جميله جميله، بقول لك ايه، انا مش عارف اتعشى، انا عايز اتعشى مع عيالي، الكلام ده ما ينفعش ابدا. حاضر يا زيزو، ما تقفرش قوي كده. حاضر، هيتعشوا معاك. هو انت صاحبك الرخم ده يكلمك تطلعه علينا احنا؟ انت هتفكريني تاني بيه؟ قال لي هو مين صاحبك الرخم ده يا زيزو؟ ده كاني حكيت. شكل حياتي مشاكلي، نومي واكلي حكايتي حكاية، دنيتي مرة ناس تضحكلي، وعشرين مرة معندة معايا. هو ده زيزو وهي دي عيلته، هو ده يومه وهي دي ليلته. بيقولوا زيزو ده ده ولولا ولو في العيلة دي كان جرى ايه؟ كان جرى ايه؟ قلبي شايلها عايش مشاكلها، محدش عمري كبرت عليه، كبرت عليه. تعبانين يا زيزو، زعلانين يا زيزو، تعبانين يا زيزو، زعلانين يا زيزو. ايوة انا زيزو، ايوة انا زيزو، مفيش غير زيزو، مفيش غير زيزو. ايوه انا زيزو.